اعتقد بان ده شيء يعني كنا مفتقدينه على مدى سنوات طويله جدا. فمرحبا بعوده القطاع الخاص لانعاش الحركه المسرحيه، وخاصه اذا كانت بهذا الشكل المبهر اللي احنا يعني استقبلونا به من اول ما دخلنا. ارجو ان ده يستمر، وفي ناس كتير يعني تتناول هذه التجربه لانها بالتاكيد تجربه مثمره لحياتنا الفنيه وخاصه المسرحيه. هنا ما بعدتش عن المسرح، انا عمري ما ببعد عن المسرح خالص خالص، يعني أنا لسه يعني قريب جدا كنت واقف على خشبة المسرح القومي كالمعتاد، يعني انا بقالي يجي 50 سنه واقف على خشبة المسرح.